اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر جديد. النهارده هنعمل اكله غريبه شويه. الاكله دي يعني سجق بس بطريقه مختلفه. تعرف عليك محمود صلاح. محمود مين اللي عامل السجق؟ انت لمين؟ ماشي محمد اسمك كريم. محمد صلاح. محمد قول لي بقى يا مو صلاح بتعمل اكل سجق ازاي؟ هو اهم حاجه في المكونات بتاعه السجق بتاعنا ان احنا بنستخدم لحمه بلدي من محل الجزاره بتاعتنا. دي اهم عنصر بناكد عليه ان اللحمه تبقى بلدي عشان يعني تبقى مضمنين الجوده بتاعتها وكده. ثاني حاجه بندخل فيها برضو بعض الخضروات عشان تدي طعم كويس مع اللحمه. بنستخدم معاها بصل وبنستخدم معاها فلفل الوان بنستخدم معاها طماطم. انت مسميه اسم غريب اسمه ايه؟ هو اسمه سجق العنكبوت. ازاي بقى ازاي دي في الورقه بس يعني صنف منه كده بيسمى ورقه العنكبوت. ده بتبقى ورقه سجق معموله على الجريل يعني بطريقه مختلفه شويه نشوفها مع بعض دلوقتي. يلا بينا نشوف سجق العنكبوت زي ما حضرتك شايفين. احنا جايبينه من اول مكان بيتقال عليه هانك. بيتقال عليه هانك ولا بيتقال عليه هانك دون لحد ما بقى سجق اهو زي ما انتم شايفين. وبيتعمل بطريقه معينه ليه لفه معينه اهو حاجه ما شاء الله. وهنبدا نخش على مرحله تسويه سجق العنكبوت. يلا بينا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. هنبدا اهو مع بعض وشايفين زي ما حضراتكم شايفين مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع سجق العنكبوت. حاجه شكلها غريب فعلا وشكله غريب جدا. انت جات لك الفكره ازاي بقى؟ يعني واحنا واقفين كده بنعمل يعني على طول نحاول ان احنا كل شويه نطلع حاجه جديده فكره جديده تيست برضه جديد عشان الناس برضه ما تملش وعلشان احنا نطلع برضه كل شويه حاجه تبقى نظيفه برضه تيست حلو والشكل برضه يبقى كويس. ايوه لان دلوقتي مش كله بيعتمد ان هو التيست بس لازم يبقى التيست نظيف الخامات نظيفه الشكل كمان حلو في الاخر بيطلع المنتج النهائي مظبوط. سجق العنكبوت واللي ياكله مش هيموت. حاجه زي ما حضرتك شايفين اهو حاجه جميله ومعمول سجق بلدي بشكل معين. انا اول مره اشوف حد بيعمل يا اخوانا الكلام ده عظمه على عظمه. لا هو الكلام ده عندنا احنا بس زي حاجة محمد صلاح كده بيعمل عظمه بره احنا بنعمل عظمه. محمد صلاح هنا في مصر بيعمل عظمه ثانيه من نوع ثاني. مو بره وفي مو جوه. مو صلاح بره ومو صلاح هنا. الله ينور. نبتدي ناخدنا الجنب الاول ناخد الجنب الثاني برضو كده عشان يتشوح مظبوط. ايوه ده عشان يستوي تمام عشان يستوي كويس. كمان اللحمه اللي موجوده جواها لحمه بلدي فبتاخد سوى شويه قول سوى لحمه بلدي ما بيشتغلش حاجه مجمده هو كله من محل الجزء. قول لي المكونات بتاعته لحمه وايه تاني؟ انت كده عايز تاخد سر المهنه وكده هتضيعها. لا حاجات بسيطه بس الاوليه الحاجات عشان خاطرك بس الله يخليك. بص احنا بنعتمد ان اللحمه بطبيعتها نسيج لوحده ونسيج جاف مفيش طري. ومعظم الناس دلوقتي بتحب تاكل الحاجه الطريه حاجه جوسي. الحاجه الجوسي دي تيجي عن طريق اللي حوالين اللحمه. اللحمه هو المقاوم الاساسي بالعناصر اللي هي بتفيد الجسم بتاعنا ده تمام. الحاجات بقى اللي جنبه لازم يبقى فيه نسبه دهون. ايوه نسبه الدهون دي هي اللي بتسوي لحاجه هي اللي بتسويه دي اللي بتسوي الحاجه من جواها لحاجه كده. جيت هنا تلاقي في هنا ايه بقلاشه كده جوه دي اللي بتسوي اللحمه. ايوه تمام. وطبعا لازم يبقى معاه شويه خضار البصل. البصل بندخله في المكونات. ايوه الفلفل. امتى بقى بتحط الحاجات دي؟ دي دلوقتي هنحطها اول بس نبتدي تشويح نبتدي نقطعها. يا جمال ويا حلاوته. حاجه طبعا زي ما انتم شايفين حاجه جميله حاجه بلدي حاجه نظيفه حاجه تظبط الدماغ. مشاهدينا مشاهدي التلفزيون اليوم السابع زي ما حضرتك شايفين سجق العنكبوت حاجه جديده وحاجه ملهاش حل. دي ايوه ليا ضاني. ايوه احنا على طول بنعتمد دي ليا ضاني. احنا على طول بنقول ان الخروف ده كائن يحترق من اجل الاخرين. تقول ايه؟ الخروف ده كائن يحترق
من اجل الاخرين. ايوه يعني اللي ايده بتستخدمها، الفرو بتاعه بتستخدمه، اللحمه بتاعته تشويها، عايز تعمل منه صواني ماشي، عايز تعمل موزه ماشي. فعلا الخروف ده فعلا كان بيحترق من اجل الاخرين. أيوة. انت مثلا ما تجيب شويه ريش كده ضاني تشويهم كده على النار. أيوة. حاجه هاديه مش بتنبسط. ايوه يعني هو مات وانت انبسطت. ايوه يعجبك كده انت. يعجبنا يعجبنا كلنا. يعجبنا كلنا. هتسيح بس سنة اللية كده. أيوة. شوية. هي بتدي تيست بقى جامد بقى. طبعا اللية هي بتدي تيست جميل جدا. أيوة. وكمان الفكرة ان هو دهون طبيعية، يعني هي مش فكرة ان هو مش مشبعة. لا لا ما فيش اي هدرجة، ما فيش اي حاجة، هو حاجة طبيعية خالص ما بتتعبش. وانا ايه دهون العنكبوت يا اخوانا بنفكركم تاني حاجة جديدة. اللي ياكلوا مش هيموت ان شاء الله. اللي ياكلوا مش هيموت. زي ما عودناكم مشاهدينا مشاهدين التلفزيون السابع كل يوم بنقدم حاجة جديدة ليكم طبعا. ننزل بالبصل، فلفل فلفل حراق ولا عادي بقى؟ لا لا عادي. طيب الحراق لو على حسب الطلب. حسب الطلب. ايه تاني؟ خليهم بس يتشوحوا الاول. ايوه كده خرج من حافة العنكبوت للاكل بقى. للطابوت. مدة شوية تاخد قد ايه يا شيخ؟ 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. بدون من 10 دقايق لربع ساعة. ده فاست فود الغلابة. فاست فود الغلابة. زي ما انتم شايفين المنظر حضرتك شايفينه حاجة جميلة جدا. انما لو انتوا حضراتكم اعزائنا المشاهدين واقفين مكاني وشميتوا الريحه، الريحه تجنن ما شاء الله، حاجه جميله جدا. اول ما البصل هي تبتدي تتكلم كده شويه نحط الطماطم. اخر حاجه تتحط ولا لسه؟ لا لسه لسه الموضوع كبير. الموضوع كبير لسه. حاجه كده وخلاص. الموضوع لسه كبير. حاجه تطلع مظبوطه لسه احنا واحدين. ده ايه؟ السر في الحياه كلها. ده السر بقى في التتبيله دي يا اخوانا. مذكور زي ما انت في القران فلازم تبقى كله فوائد. الثوم. ثوم. الثوم ده يعني ضد اكسده ماشي، فيتامين ماشي، موجود فيه كل حاجه فيه. الله ينور. غير التست الجميل طبعا يعني غير انه بيدي طعم. فوائد الثوم والتتبيله فوائدها جامده جدا يا اخوانا. حاسس باللي انا حاسه؟ الريحه جميله. لا لا الريحه جميله والمنظر نفسه يعني غني نخليك يفتح لك شهيتك. حاجه طبعا اكيد الدسم ده قليل، مش شايف دسمها كتير عشان كده. الدسم ده كمان يعني بصوا في الصباع. يعني الصباع مكشش خالص. يعني هي نسبه الدهون يا دوبك هي اللي حاجه بسيطه. ابتدينا نخلط الحوايج كلها على بعضها. نحط كله على بعضه كده. ننزل بقى بايه شويه فلفل الالوان. حاجه جميله كده. حركات والتكات بقى. الفلفل الالوان اهو نزل، والفلفل الاصفر واحمر كده معانا كل الالوان. شطه كتير وفلفل كتير. لا قليل 15. ننزل بقى شويه ملح. ده ايه؟ ملح. 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 ملح عادي. عادي. فلفل اسمر. فلفل الكمون. كمون. الكمون ده بيقلل الجنون خلي بالك. ايوه. فلفل الكزبرة. فلفل شطة بس هي ترفع الضغط كده. ايوه. تظبط الكلام. هنسيبه كده. نسيبه؟ ايوه لا لا ما نسيبوش. طب نعمل ايه بقى؟ نحط عليه سنة دبس رمان كده. دبس رمان؟ اه ده بقى اللي بيدي الطعم المعسل السنة بالظبط. ده اللي هو فيه على طول السويت اند ساور. سويت
اللي هو تلاقي حاجه حلوه وفي نفس الوقت هي حاجه. طيب كل ده بقى نجيبه هنا كده وخدنا بعض هنا كده. ودي نهايه سجق العنكبوت يا اخوانا زي ما انتم شايفين، نهايه كل واحد بيعمل حاجه. الله بالظبط. هنا بقى الورق كده. ايوه حاجه جميله. فرجنا كده بقى الوقت خفيفه يا جمال ويا حلاوته. ايه احنا كمان حتى بنبيعه ني ومستوي، يعني لو ست البيت مثلا عايزه تاخد ال بتباع ني؟ اه والمكونات انت شفتوها المكونات على طول بقى حاصل في اليوم السابع على طول كده تلاقي. ايوه كل حاجه اللي عايز يعمل السجق بالطريقه دي يا اخوانا، سجق العنكبوت حاجه جميله زي ما انتم شايفين. دي ورقه سجق العنكبوت. ده بس ايه صدر كده عندنا احنا بس كده. ده ايه بقى؟ لا ده انت كده هتاخد كل الاسرار. اه ده الصوص بتاعك. آه. يقعد قد ايه كده تاني على النار بقى؟ دي كده بالظبط 5 دقايق اللي هو اللي يعني التست يخش في بعض. بس السجق اللي بيقول عليها ايه يتشمع مع بعضه؟ لا يتشمع وهنا برضه لا التشميع ده بيبقى حاجه ثانيه، بيبقى فكره التسويه. يقول لك اشمع الحاجه يعني اديها نص سوا. امال ده ايه كده بقى؟ هو ده كده استوى. احنا بنحطه اكنك عارف لما بنحط الحاجه في الفرن تاخد وش. ايوه دي كده اللي هو ايه الطعم التست بتاع السجق مع التست بتاع الخضار يخشوا مع بعض. تمام هنشوفه دلوقتي مع بعض بعد ما يستوي. كده استوى خلاص؟ اه كده خلاص بقى كده ايه لازم قبل ما يطلع نعمل له ايه؟ التشريفه بتاعته. اه فرحه كده مش اي حد عادي هو. نيجي بقى كده تيجي معانا كده فك بقى اتفرجوا اتفرجوا بعد ما استوى يا اخوانا. بص بقى الدلع هنا. بص البقلاشه اللي جوه دي اللي هي الفرقعه دي. الله 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 ده العظمه بقى. الله ينور. ومستنيين بقى نشوف اكلات تانيه ان شاء الله. شكرا معاك.